عليكم ورحمة الله وبركاته. شلوني اللي ورا؟ طيب تفضلي. بكم جميعا حضورنا الكريم، كل من حضر من دور نشر وايضا كتاب وايضا يعني كل الحضور سواء الشباب والشباب ايضا من مجلس الشباب الاعلامي. ثالوث النشر لازم كل يوم موجود، يعني عندنا في معرض ابو ظبي دور الكتاب. طبعا قلنا اليوم وجهت الازمه الاميره اليوم بتنظيم مجلس الشباب الاعلامي، وايضا اليوم راح نتكلم عن نقاط مهمه. ولكن قبل ما نبدا الحديث عن هذا الموضوع الشائع، تحديات التاليف، مثل ما تشوفون هذا العنوان اللي اليوم نطرحه في هذه الجلسه الشبابيه، راح نقدم ويقدم لنا هذه الكلمه قبل بدايه الجلسه. نعم، طبعا نحن نرحب بسعاده الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعلام لإلقاء كلمته على المسرح قبل ما نبدا هذه الجلسه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه مشكورين، جزاكم الله خير. نرحب بكم اليوم في هذه الحلقه الشبابيه والتي تضم حقيقه اهم دور النشر في دوله الامارات ونخبه الكتاب المتميزين. ان شاء الله راح نناقش اليوم تحديات التاليف ما بين هذين دور النشر والكتاب ومع اعضاء مجلس الشباب الاعلامي في مجلس الوطني للاعلام. كما تعلمون حقيقه قياده دوله الامارات تهتم اهتمام كبير في دعم هذا القطاع، قطاع النشر في دوله الامارات. المجلس حرص بقياده المجلس بمعالي الدكتور سلطان جابر وسعاده منصور المنصوري أن يكون للمجلس دور كبير في تنظيم هذا القطاع، فأطلنا مؤخرا العديد من القوانين والأنظمة، منها قانون المحتوى الإعلامي ونظام التصنيف العمري ونظام الإعلام الإلكتروني والتراخيص. حقيقة أيضا حرصنا على إطلاق العديد من المبادرات، منها توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية الناشرين الإماراتيين لدعم هذا القطاع، واطلقنا مبادره الهون ستوب شوب، وهي ان شاء الله قريبا راح ترى النور في جمعيه الناشرين الاماراتيين حين تحولهم ان شاء الله الى مدينه النشر في اماره الشارقه، وايضا العديد من المبادرات الاخرى لدعم الكاتب والناشر الاماراتي سواء في المعارض المحليه او المعارض الدوليه، وايضا من خلال تسهيل نشر الكتب لهم من خلال اجراءات وعمليات المجلس الوطني للاعلام. يهدف هذا الحوار اليوم الى مناقشه هذه التحديات ان شاء الله معاكم، ونحن متاكدين اننا راح نطلع بمبادرات تتغلب على هذه التحديات. شكرا لكم، شكرا للحضور، شكرا لفريق عمل المجلس، اختي نسرين واخوي ابراهيم خادم، ما قصروا يعطيكم العافيه، وايضا شكرا اعضاء شباب الاعلام. مشكورين. شكرا لك سعاده الدكتور. طبعا في البدايه يعني قبل ما نبدا الجلسه نشكر الدكتور مره ثانيه، راح نعرفكم في البدايه عن نفسنا. انا رافد الحاتي عضو مجلس الشباب الاعلامي، وزميلتي انا اميره محمد عضو مجلس الشباب الاعلامي، وسعيده جدا بهذا التجمع واللي بناقش فيه اهم التحديات بالمقابل الحلول في مجال مثل ما قلنا مرة ثانية. يعني ثالوث النشر اليوم موجود، وتحديات نحن راح نقولها وانتم راح تجاوبون بمشاركتكم وتفاعلكم معنا. اليوم موضوع مهم جدا وشائك، تحديات التأليف. اليوم في معرض ابو ظبي دول الكتاب ما يقارب في هذه النسخة فقط 100 كاتب اماراتي، ولكن خلينا نقول جودة المحتوى اللي موجود في هناك كتاب كثار في دولة الامارات العربية المتحدة
قادرين انهم يوصلون يكتبون كتابات مختلفه في روايه ادب الطفل وغيره من اصناف الكتاب، ولكن هل هناك دور نشر تهتم بهذه النوعيه من الكتاب المش معروفين؟ وجود السوشيال ميديا ايضا هل هي تساعد الكاتب انه يوصل بطريقه او باخرى؟ اليوم في نشوف في كتاب كثار اميره وكل الحضور وصلوا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي روجوا عن نفسهم اكثر من ان دور النشر اليوم تروج لهذا الكاتب او لهذا المبدع ان صح التعبير. نعم، نحن نبغي اليوم جلستنا اليوم تكون جلسه مثمره ونعمل فيها كفريق عمل واحد، نشوف شو التحديات اللي نفس ما ذكرها اخوي رافت، ونشوف ايضا شو الحلول اللي ممكن نواجه هذه التحديات فيها، ونظهر المبادرات اللي ممكن تكون لصالح نقرب الفجوه ما بين دور النشر والشباب المبتدئ في عالم الكتابه، كيف ممكن نطور مهاراته وغيره من هذه الامور. لذلك رافت شو رايك يعني بدل ما نتكلم وايد نخلي الصوت للشباب الموجودين هني وايضا دور النشر وصناع القرار في هذا القطاع. احنا بنبدا في نقطة جدا مهمة، اليوم في تساؤل كبير بين دور النشر وايضا الناشرين او خلينا نقول المؤلفين من دولة الامارات. حركة النشر، لما نتكلم عن حركة النشر والتاليف عند بين اوساط الشباب، كيف نشوفها نحن اليوم كمهتمين او حتى كناشرين او حتى ايضا كمبدع قادر انه اليوم يؤلف كتاب ذو محتوى وذو قيمة كبيرة؟ فهذا اعتقد، وهل يكفي ايضا هذا النشاط ام يحتاج الى تركيز في مجالات مختلفة ومنوعة؟ سؤال مهم، يعني نشوف شو رايكم انتم في هذا الموضوع؟ نحن نبغي الميكروفون راح يوزع عليكم جميعا سواء من دور نشر ومهتمين في هذا المجال او حتى كالشباب الموجودين في هذه الجلسة. تفضل. زين، اذا مانع عنده سؤال. تفضل يا مانع، عندك مداخلة على طول. طبعا مانع المعيني قبل ما يتكلم مانع هو اول شخص او وكيل ادبي في الامارات، فقط هو من يملك وكيل ادبي، راح يعرف عن وكيل ادبي قبل ما يتكلم. تفضل. ان شاء الله. السلام عليكم، معاكم مانع المعيني، كاتب اماراتي ووكيل ادبي. بالنسبه لسؤالك رافد، حركه النشر في الامارات في الفتره الاخيره قاعدين نشوفها تزدهر بشكل كبير، وفي اقبال اكثر من رائع من الكتاب المبتدئين. لكن انا ما اشوف ان في تحديات للتاليف للكاتب الاماراتي بقدر ما ان الكاتب الاماراتي محتاج انه يطور من المحتوى الادبي اللي هو راح يطرحه في عالم الادب والثقافه. لذلك انا اوجدت لنفسي وكيل ادبي اني اساعد الكاتب المبتدئ وحتى الكاتب اللي مثلا عنده اصدارات مسبقه اني اساعده واوجهه للطريق الصحيح. وضح شو يعني الوكيل الادبي؟ الوكيل الادبي عباره عن حلقه الوصل بين الكاتب والناشر. بمعنى ان الكاتب سواء كان المبتدئ او اللي عنده اصدارات مسبقه يتواصل معنا تحت التصنيفات الادبيه التاليه اللي هي مثلا الروايه او ادب الطفل او المذكرات. نحن نراجع الماده الادبيه ونعطي الملاحظات المناسبه الاساسيه، خلينا نقول في البناء الدرامي للروايه هذه، ويعدل عليها، ومن بعد ذلك نبدا بالاجراءات الاخرى لنا نبحث عن دار نشر مناسبه تنشر الماده الادبيه. فهذه العمليه نحن بدينا فيها تقريبا من 3 سنوات ومستمرين فيها، والحمد لله فضل من رب العالمين طلعنا اكثر من 20 اصدار. فهذه مهمه، وايد مهمه جدا، ولازم تكون موجوده في سوق النشر. وفي مهمه اخرى اللي هي المحرر الادبي. كثير من الناس يتساءلون عدم وجود المحرر الادبي او اين المحرر الادبي. المحررين الادبيين موجودين في دولة الامارات، وخاصة الشاب الاماراتي متواجد، لكن ينقص الدعم من الجهات الرسمية. مثلا ما في، يعني مثلا اليوم اذا بسأل هل هناك محرر ادبي معتمد من جهة معينة؟ ما في. هل هناك مترجم اماراتي معتمد من جهة معينة؟ ما شيء، كلها جهود شبابية. نحن محتاجين الجهود الشبابية هذه تكون تحت منظومة معينة، على اساس انه باكر نقدر نحن نرجع لهم ولا نلجا لهم في مثل هذه الامور. اذا
لكم. هذه احد نقدر نقول احد الاقتراحات ان تكون هناك مظله معينه تكون مرجع بالنسبه للشباب اللي يكون مجال الكتابه والتاليف. انا عندي مقترح اخر انه يكون في برنامج وطني ادبي كامل شامل اعلامي للكاتب الاماراتي، بمعنى البرنامج هذا يكون على امتداد معين سنه او سنتين، تجهيز الشاب الاماراتي في جميع الاصناف الادبيه سواء كانت الروايه القصه الترجمه التحرير جميع الامور هذه، على اساس انه يكون عندنا اساس قوي جدا نقدر نعتمد عليه في المستقبل كقوه ناعمه. عندنا برنامج في الامارات، برنامج روائي، نعم، برنامج الروائي وبرنامج بين دول للكتابه، وفي طبعا مخرجات جميله جدا، لكن اكثر شيء تهتم بموضوع الروايه. السلام عليكم. طيران جدعان من المملكه العربيه السعوديه. اولا نحب ان نبارك اشقائي الاماراتيين على الخطوه الرائعه في تنميه القطاع النشر، بامانه لاني انا عشت في الامارات وفي مجال النشر ايضا، فهو جدا متقدم، لكن هناك لدي ملاحظه ساتحدث عنها ككاتب يكتب في الامارات وكموظف في دار نشر اماراتيه هي دارها مالي نشر التوزيع. انا متخصص في الكتب الرياضيه، اخرج كتابين عن مجال الرياضه. الكتب الرياضيه؟ نعم، في كتب الرياضه. بالذات في كرة القدم بحكم اني اعمل في موقع كورة متخصص في الرياضة النسائية ومشترك اسيا. نشر الكتب الرياضية في حتى مستوى الامارات، المستوى العربي صعب للغاية. تبدا اولا بعض النشر بامانة من ساعدتني في هذه المرة الأولى كتاب كرة القدم اليابانية تقريبا 500 صفحة. كان هذا صعب يعني بعد ما واجه رفض من اغلب دول النشر. لكن الحمد لله بدات موجة سهل قليلا لما ظهرت مبادرة من الشيخ عبد الدكتور القاسمي ترأس مبادرة 1001. تدفع يعني تقريبا تدفع 50% للدار و 50%، يعني صار كانت نوع ما غير الروايات وغير القصص، روايات القصص مجالهم سهل جدا، لكن عكس الكتب المتخصصه مثل الكتب الرياضيه يجي صعوبه، اجل هذه المبادره سهله، لكن المشكله لو كانت هذه المبادره غير موجوده سيختفي التنوع، مشكله لدينا في العالم النشر في العالم العربي داخل الامارات ان الكتب المتنوعه غير الروايات القصص تواجه صعوبه للغايه حتى تنشر، هذه مشكله كبيره. نقطة أيضا بعض الجوائز القطاع الخاص تقوم بالجوائز أو ترعى بعض الكتب المهمة تهتم في مجال النشر. حاولت أن أقدم لهم فكرة أنه هناك يجب أن يكون اهتمام ليس فقط على الرواية والقصة أيضا على الكتب المتخصصة الأخرى، يعني حتى يكون يعني عندما نقارن مثلا الولايات المتحدة الأمريكية نجد هناك عندما نذهب إلى المكتبة الأمريكية نجد هناك كتب رياضية ليس فقط حتى متخصص داخل الرياضة مثلا رباط الصليب مثلا والطب الرياضي وغيرها، نحن مشكلتنا روايات فقط. هذا خلل كبير بأمان وأتمنى أن يصل صوت للجميع، شكرا لك. يعني هذا الشيء حتى كنت أنا ورافض قبل ذلك أتكلم عن ذلك، أن عندنا توجه بالكتب لتخصص واحد عدة تفضل. وهذا اللي نبغاه من الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء زرعوني كاتبة وروائية. طبعا أنا سمعت لما قال محرر أدبي. وهذا ما للأسف أنا أقول ما عندنا وخاصة دور النشر التجارية. أنا وجدت في الأونة الأخيرة كم من الروايات. قبل 15 سنة كنت مع زميلتي تعمل ماجستير في الرواية الإماراتية. حصلنا على 100 رواية وقتها. لكن الحين أنا ما شاء الله أشوف التزايد والكيف يمكن أقبل على الرواية. لكن سؤالي هنا هو وبقوة لدور النشر التجارية بالأخص. يعني ما في روايات انا ما اقول في شباب كتبوا اطفال وروايات في المستوى، لكن ايضا بس مجرد روايه. فهنا لازم يكون احنا هاي الثقافه وهاي هذه الكتب تطلع باسم الامارات، يعني ثقافه الامارات. انا ابي يطلع شيء حلو، فليش ما يستعينون الكتاب الروائيين اللي كانوا موجودين او لهم باع طويل، على الاقل يكونوا كمحاربين في المجال الادبي، يعني انا بساعد هذا الشاب، بساعد هذه الفتاه، كانت احنا يمكن كنت 16 سنه نائب رئيس اتحاد الكتاب، وكنت عامله نادي القصه ونادي الشعر في اتحاد الكتاب ودباء الامارات، والكثير طلعوا من خلال برنامج نادي القصه ونادي الشعر، لكن عشان نطلع بماده جيده للاخرين نبغى نكون فعلا هناك محرر ادبي، يعني ما نعطي اي حد. انا حتى الاكاديمي يعني مع احترام لهم ما اعتبرهم انهم يمكن يقيمون الروايه او القصه، لانهم يقيمونهم على الانطباع على الاخلاق.
نشوف كتاب الحين يشتكون يقولون تحديات. حد ادري من اخواننا دور نشر ممكن يتكلم؟ حد ادري؟ شو اللي تواجهونه من الاعمال اللي تصل لكم؟ الله يبارك الكتاب الاماراتي بعد يعطيك العافيه. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. اشكر مجلس الوطن الاعلام وكل القائمين على هذه الامسيه الطيبه. ومثل ما سمعت كان مثل متنفس يقول خواطرهم عندنا شيء ما بتحصل الموجودين. انا بس بكل خلاصه بوجز الموضوع بعده نقاط. اسمح لي والله اذكرك أول شيء الكتب أصناف الكتب كمؤلف للأسف مثل ما تفضلت الأختم أن التركيز الآن على الرواية فقط ويعتقدون أن الكتب فقط فر واحد. هناك كتب ثقافية، هناك أدب الطفل، هناك كتب تاريخية وكل مجالات الكتب. ليش نحن ما نركز بدور النشر على الكتب هذا؟ أنا أعطيكم بس ما أظن متشائم مثلا ككتب وطنية حكم اني سويت كتابين سابقين ولا اثني على نفسي، ولكن ما حصلت لها رواج بدور النشر او المؤسسات. للاسف احصل مثلا كتب ان صح التعبير روايه احبك حبيبتي وكذا وعناوين براقه وتفتقد الى المحتوى الاعلامي او المحتوى الثقافي نفسه. تلقى رواج اكبر من الكتب الثقافيه التربويه اللي هي الكتب اللي نكون نحن حريصين عليها قائمين في مجال التربية والتعليم. أنا ما أتكلم عن الكتب الوطنية فقط، أتكلم عن الكتب اللي هي تلامس الوجدان، تلامس قيم إنسانية، تلامس التطوع مثلا في التطوع كثيرة. فهني ما أدري وين الخلل، يعني هل هو النشر؟ هل هو المؤلف؟ هل هو المؤسسات؟ يفترض أنها تركز على الجانب هذا ولا تكتفي بكتب الروايه والقصه وما شابه ذلك. في نقطه ثانيه اضم صوتي للاستاذ اخوينا وصديقنا مانع. مانع ما شاء الله عليه تطرق لموضوع انا كنت بتكلم فيه. للاسف نحن ككتاب مواطنين بالرغم ان نحن نشوف هناك اتحاد كتاب وادباء الامارات، هناك جمعيه الناشرين، هناك اكثر من مظله او منصه تجمع الكتاب، ولكن للاسف ليس هناك يعني نظام موحد او قانون موحد يكون بين المؤلف والناشر ضمن برنامج وطني. الان مثلا لو رحت دار نشر معينه راح يعطيك عقد يختلف عن العقد الاخر كمؤلف. تروح دار ثاني مثلا يقول لك انا بعطيك نسبه المبيعات مثلا 10%، الثاني يقول 15%. يكون هذه ميزه هي بركه عقد بالنسبه لك. انا اقصد ليش ما يكون العقد هذا يطلع من مؤسسة إعلامية قانونية تشريعية؟ هذا القانون يكون بين المؤلف ودار النشر ويعمم على كل دور النشر بغض النظر. قانون موحد يعني؟ قانون موحد على كل دور النشر. ممكن نخليه بطريقة أخرى أنه يكون مكتوب العقد ولكن يعتمد من جهة معينة. ممكن اعتمد من جهة معينة. في نقطة بس اسمح لي بس نقطة أخيرة. تعقيبا بس أستاذة أسماء بالنسبه لجوده المحتوى او التقنين، الان نحن دائما الحمد لله رب العالمين عندنا مؤلفين كثار ولكن نفتقد الى التقنين في المحتوى نفسه. انا ما ابغي الكثره ولا ابغي العدد، ابغي جوده. هل الكتب هذه لما يكون عند دور النشر فيها تقنين او لا؟ فنحتاج مثل هيئه رقابيه مؤسسيه يقول لا انا لازم اشوف عنوان كتاب محتوى الاعلام. الاستاذ ابراهيم موجود جزاه الله خير مجلس وطن الاعلام يقوم دور كبير، ولكن ايضا اقصد فيه ان نحن دائما نشجع المؤلفين الكتاب الاماراتيين ولكن نفتقد احيانا حتى لا اكون متشائم الى التقنين في نوعيه المحتوى الذي يصل بين الفئات العمريه لاولادنا وجيلنا الحالي. شكرا. ما ادري احد من دور النشر هني اخوان ولا ما حد؟ يا ريت حطيتوا كراسي هني وتكتبون على ورقه دار نشر كذا على اساس نشوف انه ما حد حضر يعني مع انه وجهنا الدعوات حقهم. تفضل اخوي عرفنا اسمك. السلام عليكم. انا زياد طارق من السعوديه. حياك الله. طبعا تعليقا بس عندي
عدة نقاط. لاحظت انه ممكن الاغلب يتفق على جودة الكتب العربية، الاهتمام الكبير بجانب الروائي بصورة ممكن احيانا تكون غير لائقة. يعني ممكن انا اشوف بسبب عدم ادراك البعض لاهمية القراءة. يعني انا بقول شافيت بالقراءة، القراءة لها فضل كبير انها غيرت حياتي بشكل مختلف. فممكن لو هم الكتاب توعوا اكثر وادركوا اهمية القراءة وكيف ممكن القراءة فعلا تكون علاج وتداوي الاشخاص حتى لو كان روائي. انا ما ضد الروايات، ما هي مشكلة تنتشر الروايات، لان انا بعتبر الروايات مثل الكنز المدفون. تفهم مع وجود يدك بتطلع كنز، وشخص ثاني بيحط يده في مكان ثاني وبيطلع كنز ثاني. احيانا بتطلع كنز ما الكاتب ما حطه عند هو ما هو داري ما حطه، فانت تكتشف اشياء هو اصلا ما كان قاصد انه هو يقولها. كيف الوصول لهذا الكنز؟ بالضبط، هو يعتمد على وعي الكاتب نفسه. فلما الكاتب يدرك أهمية القراءة وكيف ممكن القراءة تساهم فعلا في تغيير المجتمعات، هيكون كتابته بشكل أفضل ويكتب أشياء أهم فعلا. عندي نقطة ثانية بس معلش، موضوع الأشخاص لاحظت بحكم في كثير بيسألوني، بحكم أنا يعني بقرأ كثير بيسألوني عن المشاكل اللي تواجههم في الكتابة. فلاحظت انه في كثير من الاشخاص مثل مدعو الامام، اشخاص عندهم رسائل حلوه، تجارب تعلم كثير، يحتاج انهم يكتبوها، بس بعضهم ما يقدر يكتبوا هذا الشيء، لقيت المشاكل. فكان في موضوع تجربه يعني ما مريت بها انا، اشوف انه تسجيل الملاحظات الصوتيه، يعني محمد كان بيسالني عن الموضوع فقلت له ليش ما تسجل ملاحظات صوتيه عن الكلام اللي انت تبغى يكون في كتابك، وبعد كذا يكون وقتها موجود الشخص اللي بيحول هذا الكلام الى نص، ويكون في محرر اللي بيضبط الامور. فهذول الاشخاص عندهم تجارب ملهمه جدا، فيحتاج ان هم يقولوها للناس، غير انه عن طريق الاعلام. طبعا فيكم البركه انتم، ويكون برضو عن طريق التاليف. فأنا لاحظت أنا الآن أنا أكتب كثير، سواء على تويتر سواء على دومينات، وإن شاء الله قريب يعني كل يكتب. الآن برضو بدأت أشارك تجربتي عن طريق الإعلام. فهذه دائما شيئين هي من الأشياء المؤثرة واللي تلهم الناس وتغير حياتهم. فبرضو ممكن مساعدة هذول الأشخاص اللي هم يكتبوا تجاربهم والأشياء اللي ممكن تعلم الكثير، بحكم أن الناس ما مروا بها، فمساعدتهم في الكتابة عن طريق تسجيل أصواتهم في ملاحظات صوتية وتحويلها إلى نصوص بعد كذا. يعني واحدة أخوة الصورة لك العافية، عندك نقطة مهمة جدا لما ننتقل لها، يمكن ذكرت نقاط مهمة، موضوع التدريب وغيره، لكن المهارات والمهارات نفسها. يعني أميرة قبل نوصل لموضوع العقل اللي ذكر عنها عبر او اكتب تعبير عن موضوع او قصه معينه. صحيح. في
كنا مرينا في هذا المرحله. اليوم نحن فخورين بمبادره الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم تحدي القراءه العربي في المدارس. فانا اتصور اليوم الكتابه هي موهبه ورغبه، ومحتاجين استكشاف المواهب في مدارس. واتمنى تكون المبادره مثيره في المستقبل بعنوان تحدي الكتابه. هذا ايضا جانب مهم في مجال استكشاف المواهب. ومن ثم راح ننتقل لمواضيع التغيير وهذا انا تقديمي على شكرا لك. هذه نقطه مهمه، يعني كمبادره تحدي الكتابه واستكشاف المواهب. وهني ننتقل الى ايضا راي اخر او تساؤل او مبادره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معك مريم الحمادي، كاتبه ومدربه التنميه البشريه. حقيقه اشكر جميع المنظمين لاداره تنظيم معرض افضل للكتاب على تنظيمهم وثقتهم بالاقلام الاماراتيه. وانا يعني اكمل على واريد كلام زملائي تكلموا قبلي، بس في نقاط مهمه انا اتكلم فيها عشان اعزز الثقه بالاقلام الاماراتيه. اليوم انا مسؤولي عن جديد تمام. الهدف من اقامه المعارض الثقه بالاقلام الاماراتيه اليوم هو رفع ثقافه الفكر المجتمعي موجود، عشان انا اغير فكر او سلوك في المجتمع واقدم مشاريع كبيره بالقراء. لازم انا احرص ان اكون مواكب للتغيرات اللي تستوي عندي. ما اقدم اليوم عمل كان اقدم خلال ثلاث اربع سنين ماضيه. اليوم انا التكنولوجيا تضاعف عندي في مسرعات الاعمال، فلازم انا اواكب في هذه السرعه بتقديم هذه الامور. اليوم انا كاتب الاماراتي موجود عندي لكن تجربتي انا الشخصيه قبل ما نعرف يعني دار بلاد للنشر مشكورين على الجهود اللي قدموا لي اياها. انا ما كنت اعرف وين اسير او اكلم مين. انا اضطريت اتعرف على الكتاب، اتواصل مع مجموعه كبيره، والعمل كان شبه مكتمل من عندي من قبل طبعا التوجيه والتعديلات اللي في عندي. مين الكتاب اللي معروفين على مستوى الحقيقه كثيرين، يعني ما كنت اعرف شخصيا، لكن قدموا لي الدعم اللي موجود. وين الجهه؟ وين مركزيه وتشريعيه الاعمال؟ يعني لما اخلص عمل ادبي وين الجهه اللي انا المفروض اروح لها؟ هل دايركت انا اوصل لجهه النشر؟ المفروض اروح لمجلس فنون الاعلام؟ مش مطروحه سير العمليه عندي انا في هذا الجانب. الموضوع الثاني اللي هو تقديم وتحسين العمل الادبي، والاخوان ذكروا نقاط مهمه. هذا المحتوى اللي موجود لازم انا ارفع بغض النظر شو تصنيف العمل الادبي. فهذه الامور لازم نحن نسوي لها اعاده نظر وفلتره مره اخرى عشان احتوي. اليوم اللي الكاتب الاماراتي هو يمثل دوله الامارات، سمعه دوله الامارات، فهذا التحدي المفروض الجهات الحكوميه تدعم هذا الموضوع، اضافه ان الكاتب الاماراتي هو ايضا موظف في جهه اخرى. شو التسهيلات اللي انا بعطيه؟ هل انا اعطيته اجازه من عمله؟ هل انا اعطيه بدل معين؟ اعطيه بدل طبيعه انتقال هو من الامارات مختلفه؟ فهو ايضا عنصر بشري موجود. مجرد ما نعطيه تسهيلات يمكن انا اقولها يعني الكاتب شوي عاطفي الى حد ما وحساس، ما يقدر يلا الهام يكتب ويبحث ويسوي وهو غير مرتاح كعنصر بشري. صحيح. هذه الامور نحن لازم نعطيها اهتمام ونعطيه جانب معين عشان ناخذ ابرز او نخبه ما عنده من الافكار نستلم افكار عشان نرتقي كلنا نكون نحن متكاملين لرفع الثقافه والاهداف مرجوه. اسمحوا لي على طالة هذا كلامي بشكل عام يعني. اتوقع يعني كلامك يلخص مثلا مبادره ممكن نطلع فيها وهي انه يكون هناك حاضنه للكتاب الجدد. يعني اي كاتب عنده فكره كتاب او عنده كتاب يبغى ينشره يكون هناك حاضنه للكتاب الجدد توعيهم تدعمهم تدعم مهاراتهم المختلفه. نعم تفضل. الثقافة القانونية والثقافة الأدبية وكل هذه الأمور. شكرا. السلام عليكم، اسمي بهاء العلي، أنا جرافيك ديزاينر لكن في نفس الوقت أحب أكتب قصص وأرسم لقصصي وأرسمها بطريقة المانجا، هي الرسومات اليابانية. نحن حوالي يعني فوق 50 منا موجودين بنات وريايل، ونحن من الإمارات ومن السعودية وعمان، يعني بنحب المانجا، اجتمعنا ويا بعض ويعني ندعم بعض. نحن لقينا وايد مشاكل في هذا المجال، لان نحن مجالنا جديد، مجالنا مو معترف شيء ادبي حتى، رغم انه هو ادبي، لان نحن نحط قصص من الامارات، من عمان، من السعوديه في محتوى القصه، ونرسمها بطريقه صح، الستايل الياباني لكن هي شخصيات اماراتيه.
معرض الكتاب الشارجة وأبو ظبي. فتواصلوا الحمد لله ويا دوائر النشر، لكن دوائر النشر يقولون لهم والله نبغى قصة كاملة. هذا الشيء ما ينصاب عندنا. يعني صار فيه؟ لأن هم يسوون على مخزن شابترات، وكل شابتر حوالي 30 إلى 40 صفحة. ونحن نرسم ونكتب في نفس الوقت. فلما تقولون تبغون قصة كاملة يعني يمكن السوق ماله ينتهي ونحن بعد ما خلصنا. فتكون التعب يعني. فنحن نبغى يعني طريقة تسهل أن مثلا أن يمكن نقدر يدعمون بطريقة شابترات، أن يمكن نصير نحطها أونلاين. هذا شابتر خلصنا، هذا شابتر ثاني بينزل، هذا شابتر ثاني. سيزنز أو مواسم زين. اكزاكتلي يعني يكون سلسلة قصص. المشكلة الثانية شو؟ المشكلة الثانية أن هي كانت أن في ناس أن لما يسوون لدوائر نشر يقولون والله أنتوا سويتوا يعني تأليف مو تأليف ذاتي بس أن أنتوا نشرتوا ذاتي. ما نقدر ناخذه. لأن خلاص it's in the market. لكن هي صاحب السوق، لكن ألف حبة، 1500 حبة. يعني حرام أن تقفلون علينا الأبواب ونحن ما سوينا بـ100,000. نحن تحت الـ200,000 يعني سوري تحت الـ2000 مصورين، وعلى طول الباب يصف بيننا ويقولون ما نقدر ناخذكم لأن موجود في السوق الحين. وفي مشاكل بعد أسبوع أن أنا اقترح عليك اقتراح. مواضيع ذكرية جدا مميزة جدا مهمة. أنا أتمنى تفضل دكتور. خيرات الدهنة عندنا إن شاء الله خلال الأسبوع القادم واللي بعده عندنا مبادرة المختبر الإعلامي، هي أحد مبادرات حكومة دولة الإمارات لآخر اجتماع. إن شاء الله في هذه المبادرة مركزين على 3 محاور: الجيمرز والسكريبت رايتر والناشرين الصغار. فأنا أدعوك إن شاء الله أن تكوني معنا في البرين ستورمينج إن شاء الله. أخوي إبراهيم خادم راح يتابع معنا إن شاء الله. سعيد أعتقد. شكرا دكتور. بس بالنسبة للأخت مها أنا أؤكد على كلامي صراحة. لو اسمح لي دكتور اللي وش مع بس أنا مع السوق النشر. صوت حيادي. أنا صوت حيادي بالضبط. أنا مع مها في هذا الموضوع بسببين. السبب الأول أحيانا الناشر ما يفهم طبيعة الكوميكس، لذلك يمكن الناشر طبعا في النهاية يبيع لأن هذا تاجر وعنده تكاليف وعنده اوفر هيد وغيره يبغى يغطي على هالمصاريف اللي عنده. بس في نفس الوقت ايضا الناشر لابد من انه يعني يدرك اهميه هذا او انا اسميه يعني هذا البايب لاين او هذا البايب لاين من الكرييشن، خط انتاج ابداعي غير عن التكست بوكس اللي احنا واحنا لما نشوف الجانب الاخر من المعرض. في كثير من كتب المانجاز وهاي وجمهور هائل جدا من اليافعين اللي هم اليانج ادلت هذه او اللي هم السن المهمل هذه. فبالعكس انا اكد على كلامها وان شاء الله يعني قريبا جدا ان شاء الله. احنا بالمناسبه احنا مشاركين دائما في الكوميك كون والجيمز كون موجودين ونرحب فيكم ونرحب في اي حد من فريقكم ان شاء الله في الكوميك كون والجيمز كون. يعني احنا محتاجين لثقافه من دور النشر في هذا المعرض. محتاجين باختصار تواجد دور النشر في مثل هذه المعارض، في معرض الجيمز كون والكوميك كون هي عباره عن معارض مثلها مثل المعارض عشان يفهمون هذا السوق. نعم. فما حصلت يعني كنت ادور في الامارات
الامارات انه اوكي احنا عندنا مواهب اماراتيه، عندنا قصص وعندنا خيال، لكن نبى نعكسها على طريقه المانجا. فلو هذا الشيء يتحفز يعني او يكون له تاثير قوي يعني بيكون ممتنين. النقطه الثانيه اللي هي اصدار الاول، التحدي اللي احنا نواجهه دائما عندنا افكار، عندنا كتابات، لكن تواصلاتنا مع دور النشر تكون بالايميل فقط. يعني اي دار نشر تواصل معها واجه تحدي قبل ما اتوفق باصدار الكتاب، اني ارسل لدور النشر عن طريق الايميل ونحصل بين قوسين تجاهل، شهر شهرين ثلاثة شهور ترد عليهم خلاص لم يتم الموافقه، لجنه موافقه. فالملاحظه هني دون ذكر اسباب، دون ذكر اسباب او لا تتماشى مع سياسه الدار. احيانا نحتاج ملاحظات تحسينيه، يعني مثلا قد يكون انا الاشياء اللي عاقت الكتاب اختيار العنوان، لما وديتها لدار النشر الصحيح علي والله خير دار هماليل ساعدوني في تحويل الكتاب وفي اختيار العنوان المناسب حتى يصلح للنشر. فاقتراحي ان دور النشر حتى ان رفضت المحتوى تعطينا بعض الملاحظات، لان في عندنا كتاب موهوبين لكن دينهم احباط، تعرف انت الحافز الداخلي مهم. فبس هذا الشيء اللي عم حياتي. هذا مشروع وطني فنان مستقبل، لكن مثلا بعض الكتب هذا نقول عليها اكس او لا او نتعامل معها بصرامه. يعني كمثال بسيط، مثلا الشاب عمره تقريبا 17 او 16 سنه يخرج كتاب عن تطوير الذات. كيف تطوير الذات؟ لو عذر هذه النقطه البسيطه، هو الان يسمح له ان يدفع فاتوره كهرباء بيته في حياته، ياخذ من هذا الكتاب صعب جدا. يعني بعض الاحيان دول الناس تقول كلمه لا للشيء بينما لا يدري المجامله. يقول بعضهم يكتب روايه يعتقد يكتب مثلا 500 صفحه يقول لك هذه روايه، لا يا عزيز. بعض الاحيان يجب على الشخص ان يقرا قبل ان يقدم على مشروع كتاب. شكرا. زين الاخوان هنا تفضل. السلام عليكم وياكم سالم مرزوقي كاتب. حاب ارجع شويه لورا عن الاقبال على الروايات. هذا شيء صحيح ان الاقبال جدا جدا كثير على الروايات. السبب هو وجود احداث شوق القارئ. انا شخصيا قبل اني اكون كاتب طبعا قارئ، واحب الروايات اكثر من اذا قريت مثلا كتاب تاريخي يتكلم عن تاريخ معين او موقع جغرافي او عن شخصيه حتى راح امل من هالشيء. فاذا تم ادخال حقبه تاريخيه في روايه بشخصيات خياليه من نسج القارئ، هالشيء راح يجذب القارئ. مثلا اذا قرا هالروايه راح ايوه يبحث شخصيا عن شبكه الانترنت او حتى يقرا اللي كتب اكثر. قرات كتاب عبد الوهاب سيد الرفاعي الاصدار الاول عن مرض الموت الاسود اللي هو الطاعون، فخلاني ابحث اكثر واقرا كتب تاريخيه اكثر عن هالشيء بالضبط. فبامكان الكاتب انه يدخل اشياء في الروايه عشان ان القارئ يقدر يبحث بدل ما يمن من مثلا شيء تاريخي معين. هني اتكلم عن جوده الكتاب. شكرا لك، يعطيك العافيه. اخر شخص راح ناخذه راح نختم لان ما عندنا وقت. تفضل. اسعد الله اوقاتكم، شكرا جزيلا لكل من قدم. لكن سنعود الى عارفين عن نفسك بس. دكتوره بهجه اللي كاتبه وانا السلام عليكم. بالنسبه لموضوع الروايه، طبعا كثيرا ما تناولتم هذا الجانب، لكن اركز على قضيه المبادره التي تفضلت بها. اؤكد على قضيه اللغه. نلاحظ ان بالروايه نجد هناك روايات كثيره، لكن لا يوجد خطاب روائي. اقصد الخطاب الروائي الحفاظ على الروايه. الروايه اليوم هي ديواننا، كما كان ديوان العرب، كما كان الشعر ديوان العرب، كان هذا الديوان مضبوطا ضمن قواعد معينه. اليوم نرى الروايات حكاية، لا نرى هذه الرواية. القيمة الأخلاقية الأولى في أي عمل أدبي هي اللغة، لا نرى هذه اللغة الأدبية الجميلة التي تشجع. هذا الأمر يجب أن جميعا
نتفق ونحاول العمل على التركيز على هذا الجانب بالنسبه للكتاب الناشئين. اللغه الجماليه في طبعا اهمال في قضيه تدريس اللغه، نحن لن نبحث كثيرا في هذا الجانب، ولكن اركز ليس على اللغه العربيه ككل، انما اللغه الجماليه وابتعاد الطفل وابتعاد ايضا الناشئه عن كثير من القراءات بسبب اللغه الصعبه. نحن بحاجه الى هذه اللغه الجماليه التي تعين من يريد الكتابه ان يطلب ويؤرخ لهذه الكتابه. اعتذر على الاطاله، لكن جانب بسيط جدا ايضا فيما يتعلق باعمال الاطفال التي لا تدرس جيدا من خلال الصور والاشكال والالوان وتناسبها للمرحله العمريه التي يقدم اليها هذا العمل. شكرا لكم واسف جدا. كل الشكر لكم، يعطيكم الف عافيه على حضوركم، وشكرا لجميعكم. كل الشكر.